الشباب كميات وبنسب عاليه جدا. السبب لماذا؟ لان الشباب كانت تواقع لما زلنا التحرر، لما زلنا الكرامه، لما زلنا الديمقراطيه. في بعض البلدان كالمغرب يعني استجابوا لتطلعات الشباب، وبعض البلدان الاخرى قوبل يعني بالقمع والتضييق والحصار الى اخره. على المستوى يعني الوطني تتلخص اساسا يعني تغييرات في الدستور 2011، يعني ما جاء به الدستور 2011 هو يعني دستور شبابي بامتياز، اضافه الى خطاب الملك في احدى اعياد الشباب الفائته، والذي اهتم وخاطب الاحزاب بالاساس للقيام بدور تقطيعي وتوعوي وتحسيسي لفائده الشباب، ووضع برامج ادماج الشباب للحياه السياسيه، وكذا تشجيعهم للولوج للحياه السياسيه من خلال يعني الحملات التحسيسيه والتوعويه. بخصوص يعني دستور 2011 هو جاء بمعطى جديد يتمثل في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. هذا المجلس هو يعني يهتم بالشباب، اعطاه سلسله استشاريه لاستشاره الشباب في القضايا التي يريد يعني ان يحلها، قضايا التشغيل، قضايا الانخراط في الحياه السياسيه، الترفيه الى اخره.